نعم، على ذكر اليوم العالمي للمرأة، فبالنسبة لي هنا نتكلم بالنسبة لأوروبا، لأن يعني المرأة عندهم يعني سلع. سلعة، نعم سلعة، ولكنهم يعطون صورة في الإعلام وفي يعني وللدول الأخرى يعطون صورة مغايرة، يعني 180 درجة. أما هي في يعني في حقيقتها فهي سلعة، مجرد سلعة. هنا في دولة مثلا يعني بلجيكا، هناك شوارع فيهم نساء، يعني في كما نقول نحن فيترينات، يعني في فيترينات من زجاج، يعني معروضات في فعلية، تقصد دمى؟ دمى ولا حقيقية؟ لا حقيقي، لا نساء بدم ولحم، هذا موجود، ويمكن للإخوان يعني الذين يسكنون في بلجيكا أن يؤكدوا لك هذا. يعني شوارع فيها نساء تباع، الناس يطوفون في الشارع ويختارون من سياراتهم، ينظرون إلى النساء عاريات، يعني شبه عاريات، ما سبحان الله. عزك الله. هذه قمة يعني العبودية أخي الكريم، هذه قمة العبودية. نعم، هذه سلعة، سلعة وليست أكثر من العبودية، يعني فهي سلعة تباع وتشترى فقط. و نحن أخي الكريم نقول أنها حتى لو لم تعرض هكذا، طبعا هذا العرض يعني هو أعلى امتهان للمرأة، لكن حتى لو لم تعرض هكذا هي نعم سلعة في الإعلانات، سلعة في نعم بيستخدمونها في السياسة، يستخدمونها في الجنس، نعم يستخدمونها في أشياء كثيرة جدا يعني. نعم هذا ما كنت أريد أن أقوله. جزاك الله خيرا. أيضا بالنسبة للإشهارات، فهي لا يمكن أن تجد إشهارا واحدا يعني هنا في أوروبا لا توجد فيه مرأة، ومرأة عارية، ليس مرأة يعني مرأة عارية، لابد لابد ولا بد. يعني هذه هي المساواة التي هي عندهم، يعني وصلت بهم الوقاحة إلى أنه في بلد آخر أوروبي، وهو على ما أظن هولندا، يعني أن المرأة لو تريد أن تتعلم يعني سياقة السيارة، ولا يكون عندها يعني ما تؤدي به الثمن، فهي يمكن أن تؤدي بثمن بجسدها. هذا يعني متعارف عليه، ولا يجرم عليه القانون عندهم ولا شيء من هذا القبيل.